مرحبا بكم معنا في راجلي في الكوزينة، مسابقة الطبخ الأولى من نوعها والخاصة بالأزواج. في هذه المسابقة الزوجات فقط هم اللي عندهم الحق باش يتعرفوا على شنو هو طبق اليوم. إذا طبق اللي خص الزوج ديالك يوجد لنا اليوم 30 دقيقة هو ويساعدوا الأزواج ديالهم في تحضيره على طريق سماعات. شفت البوطة ما عارف يشعل وقال لك يدخل الكوزينة. والأزواج لازم عليهم يسمعوا ويطبقوا كل تعليمات بلا ما يفقدوا الأعصاب ديالهم ويحضروا الطبق في 30 دقيقة فقط. أشك وقت آمين سربي راك بعد الطلب. شو غندير؟ كيفاش غندير؟ وفي كل مرة احتاج فيها الزوج للراحة والتركيز يقدر يضغط على البوزر اللي غادي يخليه ما يسمعش صوت مراته لمدة دقيقة. قطع لي وكملها بوحدك نشوف واش غدير. ولما كتسالي 30 دقيقة ديال التباري نسيتك كتجي مرحلة التذوق. الزوجات خاصهم يذوقوا الطبق بعينهم مغمضين باش ما يتعرفوش على أطباق أزواجهم، وهكذا غيعطيو تنقيط بكل موضوعية وعلى 10 سبعة على 10. وما تنسوش كاينة نقطة إضافية من طرف الشيف منير رشدي واللي غادي ينقط على المذاق وحتى على طريقة التقديم. كل نهار غادي نكتشفوا كوبل جديد وكيفاش تعامل مع الكوزينة وحتى النقاط اللي حصل عليها. الفائز في هذه الحلقة هو نبقاو جميع مع راجلي في الكوزينة. هادو هما الأزواج بثلاثة اللي حاضرين معنا في هالتباري واللي خاصهم يرفعوا التحدي اللي غيعطيهم الشيف منير. المشاركين اللي غيخوضوا المنافسة هما أمين وأيوب، أمل ومحمد أمين، عواطف وأيوب. البارح ثبتوا معنا الفريق الأزرق أمين وأيوب. هاد الكوبل واخا بقاو مناقرين قدروا ينجزوا الطبق ديالهم بالتعاون ويحصلوا على معدل 6.3 على 10. هاد النهار غنتابعوا محمد أمين وأمال. أمال متحمسة للمشاركة في المسابقة ولكن عندها شوية ديال التخوف. هو كنظن أنه ثقيل، أما زعما العصبية ديالته في الكوزينة ما نظنش زعما غتعرق له، غير هو أنه ثقيل كيدير كل شيء بشوية، ما كيزربش، هو ما كيجرب صراحة. بغينا نكتشفوا تجربة جديدة، داكشي بغينا نعرفوا أجواء اللي كيدير في البرنامج كيدير. وأمين يتعلم الكوزينة شوية. في الوقت اللي محمد أمين كيوجد راسه في الكوزينة، أمل مشات تلقى الشيف منير باش تعرف على وصفة اليوم. أمل مرحبا بك معنا في راجلي في الكوزينة. الله يبارك فيك ربي يخليك. إذا الطبق اللي خص الزوج ديالك يوجد لنا اليوم في 30 دقيقة هو تختين ديال كبير الدواجن مع ليزو بوشي أو بيض السمان بوشي وصلصة ديال الموطارد. إذا العمل دابا غادي نعطيك المكونات والمراحل ديال الطبق، مي خصك تعقلي معايا مزيان لأن غنقولها لك مرة واحدة ماشي جوج المرات. أول مرحلة غيبدأ بها ياخذ الكبدة ديال الدجاج يقطعها شرائح طويلة شي شوية ديال 5 أو 6 ديال السنتيم ويخلط معها شوية ديال القزبر والمعنوس شوية ديال عصير الحامض ويدير الملح والبزار ويخليها ترقد شي شوية. بالنسبة لصوص الموطارد خاصو ياخذ مقلة ويدير فيها شوية ديال الزيت البلدية ويلوح معها البصلة ويخليها تشحر، كيضيف لاكريم فريش وفي الأخير كيزيد معلقة ديال الموطارد أو الخردل. من بعد كيدوزها في الترموميكس ويطحنها مزيان ويدوزها في الشينوا أو في الصفاية ويخليها على جنب. باش الجو ديالك يطهي بيض السمان خاصو ياخذ إناء أو كسرونة ويدير فيها الماء سخون، من بعد يضيف عليه شوية ديال الملحة. ملي الماء ديالو كيسخن ليه مزيان كما قلنا خاصو يحركو مزيان بالفوي أو بالخلاط اليدوي على شكل دائري، وفي الأخير يزيد البيضة ديالو اللي كان في قص من قبل ويحسب ما بين 20 حتى 30 ثانية ويهز البيض ديالو ويديرو في الإناء اللي وجدو من قبل اللي فيه الماء والثلج. باش يطيب كبد البط خاصو ياخذ مقلة يسخنها مزيان ويدير فيها شي شويه ديال الزيت البلديه، يلوح كبد ديال البط ويحاول يقليهم شويه بشويه وما خصهمش يطيبوا بزاف. بالنسبه للدريزاج الزوج ديالك غادي ياخذ الخبز اللي حمص من قبل ويدهنوه بشي شويه ديال صوص طوماط ويحط طريفات ديال الكبده وحده حدا وحده. يبي يصير ما ينساش البيض اللي وجد من قبل. من بعد غادي يحط بالطوماط سيريز. يبي يصير ما ينساش اللي غادي او الفجل اللي عنده مقطع دوائر، يحط من بعد براعم ديال الصوجة والبراعم ديال البوارو شويه ديال الصلصه اللي وجد باقي تيكون الطبق ديالنا موجود، ما تيبقى الا نتوقوه بالصحه والراحه.
بغيت نذكرك أمال بأن المتسابقين الآخرين حتى هما غيتنافسوا معاك على نفس الطبق باش تكونوا كلكم على نفس المستوى. دابا الزوج ديالك راه كيتسناني في الكوزينيه، ما بقى لي الا نمشي نشوفو. نطلب منك انك تعقب المكان ديالك ونشوفو من بعد. واخا ما تنساوش ان في نهايه كل تباري الزوجات خصهم يذوقوا الاطباق بثلاثه وبعينهم مغمضين، وهكذا غيعطيونا رايهم بكل موضوعيه وينقضوا الاطباق على 10. سي محمد امين مرحبا بك معنا في الكوزينه. شكرا. كي دايره علاقتك امين مع الكوزينه؟ ما كنخرجش ليها بزاف صراحه. السي امين مدام ديالك راهي في لاكابيل كتسينا دابا. هي نبقى لنا الا نعطيو انطلاقه باش نبدا ان شاء الله. عفوا. اذا الطبق اللي غتوجد لنا اليوم في نص ساعه وما عندك حتى شي دقيقه زايده هو. تختين ديال الكبد الدواجن مع لي زوبوشي تقنيه اخرى والصلصه ديال المطرد. معك اخويا. صعيب عليا هادي. والوقت ديال الكبدة 3-2-1 توكل على الله. امين كتسمعني؟ كنسمعك. غتاخذ دابا الكبدة غتترقدها. فين الكبدة؟ راه هي قدامك، شوف قلبها الكبدة. كايناش الكبدة هنا؟ وشوف الثلاجة. ها هي لقيتها. يلا دير لها شوية الحامض، شوية زيت العود والملحة والإبزار. مزيان. صافي صافي بركة، شوية الإبزار. أنا دوي هضر إبزار ياك. شم راه كي دير العطسة. أمين باينة ما عندوش مع العطرية. زيد صافي صافي بركة بركة. شنو أخرى عشاني؟ حركها شوية بيدك. بيدية ولا بمعلقة؟ حركها بمعلقة بشي حاجة، المهم حركها وصافي. شعلها فيها خد مقلة. فين المقلة بعدها؟ غير قلب مزيان. المقلة. زيد شنو ندير؟ خذ بسلق الشرها. اش كتصعب على راسك وانا قطعتيها فوق؟ مزيانه هكا شي كتسخن من المقله منك طيب هذه. امين سربي فهاد بسله صغيره. دابا ندوزو لاصوص. كوب لاكريم فريش كلها صافي. يلا حرك. ومين غادي يطيب كل شيء غادي تطحنو وغتصفيه. فين طحنو؟ في العصاره. اش كدير تما امين؟ سي امين اش هاد التلفه؟ امين باه شنو غندير؟ كيفاش غندير؟ سربي ما بقاش تقول سي امين. سربي راك معطل. متبايلي ما غتحمرش ليا وجهي. وغير شجعي ويحمر ليك وجهك. اش عارفه راه بغيتك تعلم هادشي باش تولي ديرو في الدار الطبق. واخا يلا مزيان دابا. سير طحنو. صافي امين بركه. ترى لصق هادشي هنايا. بركه. عندك 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 دير على برا. خذ كاسرونه دير فيها الماء. فين هي كاسرونه؟ امين باينه ما عندوش مع التقلب. تقلب امين مزيان. هادو؟ هذيك امين. اها شنو ندير لها؟ دير فيها الماء. دير فيها شويه الخل. هذا هو الخل اللي خلي لا داك الماء هذاك اللي هذا شمو هاد امين خدام غير بحاسه الشم. سير دير شويه صافي. دير مليحه. ندير بهذه الطريقه. هكا على كازوه. غتاخذ الفويد. ها هي نشوف. لا 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 ماشي هذاك ماشي هذاك امين. هذا هذيك امين هذه. خلي شي يغلى الماء يغلى الماء غتبدا تحرك فيه. دابا غتاخذ واحد جبانيه صغيره حط هذاك الفوي من ايدك امين. ها غتاخذ بيض السمان غتفقس وحده. هيا شحال ولا كيغلي. يلا حركوا حركوا مزيان. تولي دور امين تولي دور مزيان. حرك حرك حرك. غتحسب 30 ثانيه وغتحيد البيضه. يلا هزها وديرها في هذاك الماء بارد. ديرها في الماء بارد امين. هيا يلا البيضه الاخرى امين. شي قاص مزيان حرك مزيان. هذاك صحاب الطياب ساهل. لا ما ساهلش. الطريقة عجباتك بانت لي امين. تجيني بحال كتلعب. نشوف. عم قديم عطيك طيب لي البيض امين. صافي هاد اللعيبة مزيانة. امين باينة غيولي اختصاصي في البيض. حيدي ديك لا. نسيت. اللي مشات هي ضاعت. لا معليش. سي محمد امين. لاباس. تبارك الله عليك. الله يبارك فيك. لاصوص درتيها؟ لاصوص ايوا تلق راسك. غادي مزيان ولكن تلق راسك. ضروري. تبارك الله عليك. الله يحفظك. خذ دابا دوك الكبدات غطيبهم مع جوج جناب هكا وهكا. تقلبي انت حلفات لا تقلباتي. وراه انت اللي ما عرفتيش تقلبها. فراسك بهاد اللعيبه الاخرى ياك. درتي فيها شاف صافي. دابا نوجدوا الطوست للدريساج. غتاخذ هذاك الطوست ديالك امين غدوب الزبده وغتحمرو في ديك شويه الزبده. جوجهم؟ خليها شويه تحمص. خليها ندزقوها بعدا. جوجهم حطهم بجوجهم في دقه. علاش كتدير وحده بوحده؟ خذ طوماط سوغيس قطعها على 4.
عندك تضرب يدك امين خاش امين دير فيها حريفي في تقطع فنان فيها قطعها راه ما كتزلق اش غادي يقطعهم كاملين كاملين غتقطعهم غتزوق بهم سير بي امين دابا غتاخذ دوك الكبيدات كل طرف غدير فيه خمسه كبيدات شوف امين استفهم مايلين مايلين امين امين يلا سير حيد داكشي اللي في الجنابه امين زين دقيقه اللي بقات اش ويا غا حيدو حيدو فين هي يلا امين لاصوص اللي صايب شي راهي لاصوص اللي صايب في الاخير هز معلقه هز معلقه وراه ما بقى وقت المعلقه معلقه امين واحد معلقه صاحبتي شنو معلقه صاحبتي مي معلقه حتى معلقه نقلب ولا معلقه راضي على الطبق اللي قدمتي اليوم واه شويه وصافي كاين بجوج اه كاين بجوج كون كانت هادشي فهمتي الوقت ما كافيش الطبق ديالنا بوجود ما بقى لي الا الذوقو الصحه والراحه ونتلاقاو من بعد ان شاء الله المسابقه كملات ودابا جا وقت التذوق الزوجة فتباري غيدوقوا الاطباق بثلاثه في الوقت اللي غيكونوا فيه الازواج في الكوزينه كينتظروا التنقيط كنذكركم بأن الأزواج ثلاثة اللي كيتنافسوا في الكوزينة كلهم قاموا بتحضير نفس الطبق وفي نفس اليوم وأن الزوجات غيدوقوا الأطباق في ثلاثة واليوم غادي نكتشفوا جميع النقاط اللي حصل عليها الفريق الأصفر فقط البداية غادي تكون مع أميمة واللي خاصها تذوق طبق محمد أمين وبلا ما تكون عارفه الكبدة طيبة مزيان لاصوص البسلامة بيناش كاع عجبني زوين إيوا شحال من نقطة كيستحقها طبق محمد أمين 8 على 10. وي دابا جا دور عواطف باش تذوق نفس الطبق. هاد الطبق الخبز زوين ولكن الكبده ما طايباش مزيان ومسوسه. عواطف شحال غتنقطي لطبق محمد امين؟ 5 على 10. زيدي شي. الحمد لله الحمد لله. بقى دور امل باش تذوق طبق رجلها. لوغو ديال لاصوص جاني مزيان الملحه هي هذيك والكبده وهذا هي مزيانة ودابا النقطة 8 على 10. مجموع النقط اللي حصل عليها الفريق الأصفر من طرف الزوجات بثلاثة هو 7 على 10 في حين أن الفريق الأزرق حصل في الحلقة السابقة على معدل 6.3 على 10. المنافسة مازال مستمرة عند الفريق الأصفر بحيث مازال غنتعرفوا على مجموع نقاط الفريق الاخضر اللي غنتابعوه غدا وما تنسوش حتى ملاحظات الشيف منير واللي غتكون على التذوق وحتى على الدريساج والاكيد ان النقطه ديالو اللي غنكتشفوها جميع في اليوم الثالث هي اللي غتكون الفاصل بين الفروق بثلاثه وتحدد شكون هو الفائز في اليوم الثالث من المسابقه غتابعوا معنا عواطف وايوب غنشوفوا كيفاش عواطف كانت ضابطه طريقه التحضير لا ايوب بلاش كنا كنعقل وايوب كيفاش كان مهدن ومتملك اعصابه في الكوزينه واو طيبتي مالك معايا اليوم عرفيناك عليها وغنتعرفوا كذلك على التنقيط ديال الشيف منير واللي غيحسم ويحدد الفريق الفائز الفائز في هذه الحلقه هو انتظرونا غدا في نفس الموعد وعلى نفس القناه